لليوم الثاني على التوالي واصل طلبة مملكة البحرين عودتهم الجزئية إلى مقاعد الدراسات بالمدارس الحكومية بمختلف مراحلها، ليبدأوا بذلك في تطبيق التعليم المدمج والذي يجمع بين التعليم النظامي لمدة لا تتجاوز اليومين أسبوعيا والتعلم عن بعد، فيما تواصل النسبة المتبقية تلقي تعليمها عن بعد بصورة كاملة عبر منصات متنوعة. بهدف الإطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتدابير الصحة والسلامة الوقائية الكفيلة بتوفير بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلبة، قام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بزيارة تفقدية إلى عدد من المدارس، حيث تم تشكيل فريق صحي بكل مدرسة مسؤول عن استقبال الطلبة وفحص درجات حرارتهم قبل الدخول وضمان تباعدهم الاجتماعي بتوزيعهم في مجموعات صغيرة وثابتة وتحديد مسارات الطلبة لكل صف، بحيث يتم دخول الطالب من بوابة المدرسة إلى الصف مباشرة ويكون خروج الطلبة على دفعات متعاقبة بينها فواصل زمنية، مع تنفيذ المحاضرات التوعوية لهم ومتابعة عملية التطهير والتعقيم المستمر لجميع المرافق، تجسيداً لما جاء في الدليل الاسترشادي الشامل الذي أعدته الوزارة بهذا الشأن. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله عام دراسي موفق لمزيد من الإنجازات. في الواقع أن وزارة التربية والتعليم وانطلاقاً من توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتقديم أفضل الخدمات التعليمية، أخذت الوزارة على عاتقها التحضير لبداية هذا العام الدراسي. سوف نقوم خلال هذا إن شاء الله العام الدراسي بتقديم العديد من المنظومات التعليمية التي الهدف منها إيصال التعليم لجميع أبنائنا الطلبة والطالبات. كما تعرفون اليوم ولله الحمد كان هناك تحضير جيد لعودة أبنائنا الطلبة والطالبات من خلال جداول محددة تحدد أيام التواجد داخل المدرسة، وبعد ذلك هناك وسائل أخرى للتعلم. كما اطلع الوزير على سير العملية التعليمية في عدد من الصفوف بما فيها الصفوف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتأكد من بدء عملية توزيع الكتب الدراسية. أنا عضوة في لجنة الصحة والسلامة، اليوم كنا إشراف على المواصلات والحمد لله جو الطلاب، وكنا نشرف على درجة الحرارة وعلى الالتزام بلبس الكمام وعلى التباعد الاجتماعي بين الطلاب، والحمد لله يعني كان عندنا حضور، ونتمنى لهم عام دراسي موفق للجميع إن شاء الله. حمسين جدا لعودة الطالبات المدرسة، متخذين جميع الإجراءات الاحترازية حسب الدليل اللي وصلنا من وزارة التربية والتعليم، التباعد الموجود في كل الصفوف، مستعدين المعلمات، متحمسين، تمت عمل بثوث تجريبية حسب خطة وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى تجربات من قبل إدارة المدرسة، التباعد موجود في كل أنحاء المدرسة سواء في الخطوات من مدخل المدرسة لغاية الصفوف، في أكثر من نقطة لقياس درجة الحرارة منعاً للتجمع. الطلاب دخلوا الصفوف حسب التباعد الاجتماعي، وكل صف فيه تقريباً عدد صفوف ما يكثر عن 9 طلاب، وكل طالب كان قاعد في طاولة بحسب الإجراءات المعتمدة. الجهود اللي قاعد يقوم فيها فريق العمل اللي موجود في المدرسة والفريق التابع حق اللجنة الاحترازية، طبعاً كلهم يحاولون قد ما يقدرون أنهم يقومون بالدور المطلوب منهم، وبالتالي مع تكاتفنا كلنا إحنا في المدرسة سواء الفريق التابع حق اللجنة أو كلنا إحنا كأعضاء الهيئة التعليمية، كلنا إن شاء الله بنتجاوز أي ظرف. استقبلنا الطلبة بكل الإجراءات الاحترازية من ناحية المنظمين، وكان دوري طبعا في استقبال الطلبة وفحص درجة حرارة الطلبة. طبعا نشكر وزارة التربية والتعليم على جهودهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية وإعدادهم لورش العمل حق المرشدين الصحيين. استقبلنا بعبارات ترحيبية فيها كمام وفيها مناديل رطبة عشان حق يستعملونها حق قبل يقعدون على الطاولات والكراسي حق الطلبة. طبعا تلقينا من المدرسة أشياء تعليمات حق الطالبات، أجوا يعني باستعدادات جيدة،
والحمد لله. يعني اليوم الثاني للمدرسة، فكان أول يوم ممتاز الحمد لله. وأكد الوزير أنه انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية من قبل جلالة الملك المفدى بمواصلة توفير أفضل الخدمات التعليمية، فإن وزارة التربية والتعليم قد بذلت جهودا كبيرة في الاستعداد للعام الدراسي الجديد في ضوء الظروف الاستثنائية الراهنة، وخاصة تهيئة المدارس لاستقبال الطلبة الذين يرغب أولياء أمورهم في التعليم النظامي الجزئي، مع توفير المزيد من المنصات والمواد التعليمية المتاحة عن بعد، سواء عبر البوابة التعليمية التي شهدت منذ بدء العام الدراسي أكثر من 7 ملايين زيارة، أو عبر الفصول الافتراضية التي تم تعميمها على جميع المراحل الدراسية، إلى جانب تصوير 800 درس مرئي لبثها عبر تلفزيون مملكة البحرين و14 قناة يوتيوب رسمية وغيرها من الوسائل الكفيلة بتحقيق التواصل التعليمي الفعال، مع توفير المزيد من قنوات الدعم الفني. وأضاف الوزير أن الوزارة قد حددت واجبات ومهام واضحة للإدارات المدرسية بشأن التعامل مع الطلبة المنتظمين بالمدرسة أو الذين يتلقون تعليمهم عن بعد، كما وضعت آليات تقويم وتوزيع للدرجات تراعي النمط التعليمي المطبق حالياً، وهي مستمرة في متابعة العملية التعليمية لضمان سيرها بالصورة المطلوبة.